الكربون الدكتور دوت نجلاء الأكسدة. لا الفرق بين بصي ايه، ما التشخيصي كانتش وال فاضل لها نقطة قبل ما نخش في موضوع. احنا قلنا الفرق ما بين الماموجرام التشخيصي والمامجرام الدوري. الدوري وقلتي الست بياخد سنة لو عشان بالورم بيقعد سنة علشان يخرج من المرحلة الأولى. فأنا لما أعمل كشف دوري ما فيش أعراض خالص، احنا ده هيخلينا يا إما نكتشف الورم في المرحلة الأولى أو نكتشف المظاهر اللي بتحصل قبله. اكتشاف الورم في المرحلة الأولى يعني ورم سنتي معناه نجاة، نسبة نجاة وشفاء كامل بنسبة تتراوح من 98 إلى 100%، مقابل المرحلة الرابعة الورم الخمسة سنتي نسبة النجاة في الحالة دي 22%، بس والتانية والتالتة 73 وحاجة و50. ده كلام جميل جدا. وحاجة تانية كمان، الورم في المرحلة الأولى مش هيحتاج العلاج الكيماوي اللي هو ذعر الستات من الشعر اللي يقع والرموش الشعر. اللي تقع لو والحاجات الورم اللي تقع. أقل من سنتي وما عندهاش غدد ليمفاوية، وفي حاجة بنعملها في التحليل اسمها كي اي 67، ده بيقول قد ايه نسبة الخلايا السرطانية في الكتلة اللي لقيناها. لو طلع لو او اقل من نسبة معينة يبقى تامر طبعا هيقول لنا دي ما بتاخدش كيمو ثيرابي، فهي وانها هتعمل استئصال تحفظي الكتلة بمنطقة امان، ويعملوا اختبار للغدد الليمفاوية تحت البط، يشيل واحدة ولا اتنين، يبقى الست طلعت كأنها شايلة ورم ليفي، صدرها موجود، الغدد الليمفاوية اتشالت حاجة قليلة اسمها الغدة يبقى ربنا الحارسة، كتب لها، فبالتالي دراعها ما يورمش، النجاة. ده ما يدخلش نورم وكذا. ما دخلناش بقى في قصة الثانويات وكده، الورم لما بيقعد بقى اوكي. يدخل في المرحلة الثانية والثالثة، غير انه بيكبر بينتشر عن طريق الدم بيروح طب للغدد الليمفاوية. خلينا حتة حتة عايز عشان اقول ما يتوهش مني مشاهد بس. عايز اقول بس معامل مهم قوي فلقيته نجلاء، وهو كيفية إبادة عنصر الخوف. ستات كتير، انا هحكي لكم على مثال حصل عندي الاسبوع اللي فات في العياده وانا قاعد. مريضه عندها سرطان ثدي تم الشفاء، كلام جميل عظيم، ومعاها وبنعمل المتابعه الدوريه وبنبارك لها بالمتابعه وبخلو الجسم من المرض وكل شيء على ما يرام. استشعرت الحرج، قالت لي بس اختي معايا هي عندها حاجه كده بس خايفه تكشف. فبصيت قلت لها تعالي تعالي نبص عليك. قالت لا لا انا اصلا ما عملتش ملف، تعالي نبص عليك. رجلها بتترعش. دخلنا في الكشف، خوف اكتشاف، خوف اكتشاف. فحصت وشي اتقلب، في خبر ازاي كده؟ كتله اكلينيكيا مؤكده شبهه عاليه لورم ثدي وصل 3 سنتي. طب ازاي ده؟ انت اختك جوه عندها مشكله في الثدي، ازاي الخوف يوصل؟ لازم نعمل تصوير. لا لا مش عايز اعمل تصوير يا دكتور. يا فندم لازم تعملي تصوير، ما ينفعش. فالخوف ده ازاي نقدر نبدده؟ الناس يبقى عندها قدر من العلم والمعلومات ان هذا المرض مرض قابل للشفاء كامل، انما اقعد خايف بهذا الشكل حقيقي. اقعد خايف خلاص، وان هو مش هيقعد ساكت الكانسر. يعني دلوقتي واحده عندها كانسر وهي قاعده خايفه، هو الكانسر هيقعد ساكت؟ لا، هو لا، هو قاعد يعمل اوعيه دمويه هيبقى شد ويعمل الشراسه.